خانتي من واحدة من صديقاتك؟ لا أبد، بس أنا أكثر شيء يعني صدق يأثر بيه هي الخيانة. زين، إذا أقول لك تقري لي هذا الاسم. اسم منه هذا؟ إيه هذا زوجي، بس لا تذكر اسمه. بس لا تذكر اسمه لأن ما لا يعني مثل هسه هو مو تحت الأضواء وإنسان عادي، ليش ندخله هاي الأمور؟ وخلص كل من راح الحالة. بس أنا عرفت أنت بعد شو تحبي ولذلك ما يدخلين العلاقة. أني